ترو لايف 3 3. هذا اللي انا لابس فيه النعل الشرقيه واسوي فيها اعلان قاعد امشي برجلي كذا وانتم بكرامه. هذا هو ترو لايف 3 3 3 3 3. خياط درز اللي سالني وش انا ما احفظ اقمشه والله انا ما احفظ اقمشه ما عاد اجمع بس انه ما دام اني تذكرت ترو لايف 3 3 في خياط درز ترى مخلص اظن الاصفر ما بقى الابيض طبيعي صح؟ الابيض بس ان شاء الله يتوفر ويجي ثاني اي فكل قمشتي اللي يشوف على شيء يروح خياط درز او الرماح يعطيهم رقم جوالي يطلعون الاقمشه ما عاد احفظ والله المعذره. وهذا اسامه عاد يصورك اسامه اسامه مدير معرض درز اخو عزيز وما يجي اسامه ما يجي والله احد من الزباين اللي يمدحه ورجل كريم ورجل شهم ما والله العظيم ما اقول مجامل لك والله ما طلع احد من العملاء الموصي انا عليهم اللي يقول والله بيض وجه واستقبال وده ما تدخله. شكرا اسامه الله يعطيك فوق الامر الله يعطيك العافيه شكرا شكرا. اي احد يقول لي اقمشة عبد الله اعطيهم بس رقم الجوال انا والله ما احفظ. ابشر ابشر بالسعد. مساء الخير. الناس تتكلم عن كيف الثوب يكون متقن. يتكون الثوب متقن بعباره عن 3 أشياء وأربع أشياء اللي هو الثوب وقماش الثوب وخامة الثوب بالإضافة إلى تقنية الثوب من أزرار من مكابس من حشوات من معلم وصاحب خبرة طويلة في أخذ المقاس وقص الثوب وقص القماش وقص أجزاء حساسة في القماش بناء على خبرة طويلة وممارسة كبيرة. هذا هو أفضل أفضل ثلاثة عناصر في تحديد منتج الثوب النهائي وخروج الثوب على أفضل وجه.